موضوعنا اليوم بعد حمرين وكولجو والعظيم، من يمنع وقوع المزيد من الشهداء؟ لكن دعونا نشاهد ما عده لنا الزميل محمد الكعبي. هجمات إرهابية متصاعدة يشنها تنظيم داعش الإرهابي، وأبرز هذه الهجمات تقع في محافظة ديالى أو المناطق الفاصلة بين المحافظات بسبب الفراغ الأمني. هجمات لداعش في المقدادية وصلاح الدين، وأبرزها هو هجوم ناحية العظيم والذي راح على إثره 11 شهيداً بينهم ضابط ونجاة أحد الجنود، إذ نفذ هجوماً على مقر إحدى السرايا التابعة للفرقة الأولى، في حين يقول محافظ ديالى مثنى التميمي إنما كان الاعتداء مجهز بكل شيء، مؤكداً أن النقطة الأمنية المستهدفة محصنة بالكامل، حيث فيها كاميرات حرارية وبرج كونكريتي ونواظير ليلية وكل المعدات اللازمة لحماية النقطة، مستدركاً أن الإهمال هو الذي تسبب بوقوع الحادثة. في حين تناقلت وسائل الإعلام صوراً لموقع الحادثة يفتقر إلى مقومات التجهيز المطلوبة وتحصينه، كان بسواتر ترابية ونقطة مراقبة مبنية من مادة البلوك. أما عن الفراغ الأمني فهنالك حوالي 65 كيلومترا فاصلة بين محافظة ديالى وصلاح الدين، فيها شبه فراغ الأمني، لذلك حذر محافظ ديالى من احتمالية تكرار هذه الهجمات إذا لم تتم السيطرة على الحدود الفاصلة بين المحافظتين. ويقول الناطق باسم محور ديالى في الحشد الشعبي صادق الحسيني، على وفق المعلومات الاستخبارية فإن أغلب من نفذ الهجوم على حاول عظيم جاءوا من سوريا واختبأوا في مضافات ضمن قاطع طبيجة شرقي صلاح الدين، والتي تشكل منذ أشهر طويلة وكراً كبيراً لفلول التنظيم الهارب من داخل البلاد وخارجها. وإن هذه الخلية الإرهابية المتكونة من 9 إرهابيين تنقلت من حوض الحويجة وناحية الرياض في كركوك إلى صلاح الدين عبر مرتفعات حمرين بواسطة دراجات نارية، ومن ثم وصلت نهر العظيم لتقوم بعملية الهجوم الغادر من 3 محاور، مستغلة ضباب الجو حيث قتلت حرس باب النظام بسلاح كاتم، ثم هاجمت غرف الجنود. وعلى صعيد التخوف الأمني فيأتي من هجوم داعش على سجن غويران في الحسكة بسوريا، المعتقل فيه أكثر من 5000 إرهابي. وبحسب تقرير لقناة ABC الأمريكية فإن أكثر من 100 مسلح تابعين لداعش شنوا الهجوم على السجن في الحسكة، ويقود الهجوم إرهابيون عراقيون. ويقول مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن بأن السجن ما زال تحت سيطرة داعش، وأن 150 عنصرا من داعش فروا من داخل السجن، وألقي القبض على 130 منهم، بينما بلغت حصيلة القتلى في صفوف التنظيم الإرهابي 45 إرهابيا. في حين اتخذت القوات الأمنية العراقية إجراءات أمنية مشددة على الحدود مع سوريا تحسباً لعبور الإرهابيين إلى العراق، حيث شكلت القوات العراقية 3 خطوط للصد، بالإضافة إلى حفر الخنادق ونصب الأسلاك الشائكة تحسباً لأي خطر محتمل.